صباح الخير، معاكم كابتن ايمان. هنتكلم النهارده على تمارين للور بودي، ودي بتضم اكبر عضلات في جسم الانسان. هم 4 عضلات: العضله الاماميه الكوادريسبس، والعضله الخلفيه الهامسترينج، وكمان الجلوتس، والعضله السمانه الكالف. يلا بينا نجهز ونرجع بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل. اول تمرين معانا هو السايد سكوات. اول حاجه هنفتح رجلنا على شكل 11، هنعمل انثناء خفيف للركبه، هنرجع الهيبس لورا، الظهر مفرود، هنرجع مره رايت مره ليفت، هنرجع مره رايت يمين ومره ليفت شمال. التمرين ده هنعمله 4 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. اكسرسايز نمبر 2 جامب سكوات. اول حاجه هعمل سكوات، رجلي هتبقى 11، هعمل انثناء خفيف للركبه، هرجع الهيبس لورا، ظهري مفرود، بعد كده هنزل سكوات واطلع جامب. 1 حافظ على النفس وانا طالعه ونزل. 3 4 5. هعمل التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. التمرين الثالث هعمل سايد لونج. اول حاجه هجيب رجلي اليمين او الشمال اللي هبدا بيها، المشط رجلي هيبقى قدامي، هبتدي اعمل انثناء خفيف للركبه، هحافظ على ان ظهري مفرود، بشتغل مره رايت يمين ومره ليفت شمال، مره رايت ومره ليفت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هعمل 4 مجاميع، كل مجموعه 10 عدات. التمرين الرابع تمرين الكيك باك، والتمرين ده من افضل تمارين العضلات الارداف، كمان بيشتغل على عضلات الهامسترينج، العضلات الخلفيه، بشكل جيد، نقدر ان احنا نعمله في البيت كمان في الجيم. ابتدي انزل، احط ايدي، راسي لتحت ولا لتحت ولا لفوق، مستقيمة، رجلي متنية، هتطلع لفوق وشد الجلوتس وانزل ببطء، اطلع وانزل. 1 2 نظري لقدام. 3 4 5. التمرين ده هعمله 4 مجاميع، كل مجموعة 10 عدات. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. كان معاكم كابتن ايمان، ان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.